السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بدينا حلقتنا في لعبة فيفا 19 أو فيفا 19. فهذه اللعبة بحكي لكم عنها راح يعني نسجل عنها قريبا. فإن شاء الله هي أول حلقة. فأنا راح ألعب إيش ماوس حاليا، راح ألعب أنا كيبورد لأنه مش عارف أفعل إيد عندي، فحطيتها نصف محترف، مش كثير يعني نصف محترف يعني، والمدة شوت 6 دقائق. حطينا كرة هياتها، خلينا نحط كرة ثانية خلاص شوي. هسه بنخش نلعب ريال. هسه نشوف ضد مين، شوف افريقيا الكويسة. اوكي اوكي تمام تمام. هسه احنا راح نلعب ريال ضد برشا يا سيدي، تكرم. يلا مستعد؟ نحط بطولة مثلا، يعني احنا مش راح نلعب طبعا بطولة كاملة، مش بس هيك مباراة، بطولة بس مش هسه يعني. انا راح نلعب قريبا بس اتطور في اللعب شوي انه بعدنا. تحبوا انه لون ابيض ولا اسود ولا خلينا نحط احمر، تحسوا هيك شوي فاتح. هذا نحط لهم هذا اللون، لا بيشبهوا بعض، لا بيشبهوا بعض. انا بنحط هذا اصفر، هذا حلو عليهم الاصفر برشا. تشكيلة، اهم شي التشكيلة. نشوف، انا بحب العب تكتيك هذا هجومية تكون، والتكتيك طبعا حيكون عندي ضغط متواصل مع اسلوب الهجومي. راح نحطه كرة طويلة بينيات ومبينيات. فهسه حاليا الفريق راح نحط، شوف شو راح نسوي. وين شو اسمه كارت بالبلعب؟ اوكي نحط هنا كروس طبعا في النص. هي هون ليش كروس؟ انه لما يرفع بتيجي هيك، لازم يكون في النص. ايسكو لازم يكون هون، بيل لازم يكون هون. هياتهم الثلاث مع ثلاث هجوميين. ونشوف التبديلات، جونيور ليش مطلعين برا؟ خلاص تمام، نبدلهم بعدين. يلا نحكي بسم الله ونبدأ المباراة. طبعا صعبة على الماوس كيبورد، جدا صعبة مش سهلة يعني صراحة. شوف والله كيف شوطاتي بتخزي، شوف كويسة والله ماشي. هنا بالمباراة السريع نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين. يلا بدينا اللعب. حبيبي بيعرفوا يلعبوا مش بطلين هم. نعم حلو. لا اعطيه بينية، حرام يا زلمة حرام، صعب كثير على الماوس والهذا الكيبورد يعني وحش. فلتت الطاب منه. مش مشكلة، عادي عادي. حلو حلو حلو. جارث بيل سريع سريع، يا رب يكون سريع بس كويس. ياي لهبل جارث بيل، اسرع شوي اسرع شوي. يلا والله مسيطرين، والله انسى دمار كويس. انا تسلل شوفوا كيف تسلل، انسى دمار خلاص لازم نولع. هسه انسى دمار حيصير الوضع. نسيت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس يا جماعة، نسيت احكي لكم اياها. امشي اللايك، بدنا لايكات، خلينا نشد لاب شوي. ايوش او ماي جاد، ايش الجول الاسطوري التيكي تاكا. او ماي جاد يا زلمه، خلينا نشوفه والله. استنى استنى استنى، جول اسطوري على برشلونه.
وبعدين كيبورد صعب يعني. شوف البساط، شوف 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 شوف، ايه شمالي كمان يا عمي، يا عمي جوال يا عمي، انا فانا ميسي يا عمي. وجع الحارس، خلي الحارس يرفع، يا رب توصل للاعب كويسة. شي لا هولي شيت، الله ما تهنناش. هسه جد اللعب ولعت، هسه ولعت هسه خلاص. انا عصبت يا عمي، جول حكتلكم انا بس عصبتك اللي بجد. خلص جول يا عمي جول، ما في مجال ما في كلام، خلص هسه نحرقكم. تعرف شو نحرقكم؟ يعني لازم نشد حيلنا، لازم نفوز، ما بيصير نخسر، احنا مش احنا محترفين. وحش وحش، اوه تأخرت انا شكلي شوي، ف راحت الكرة للأسف. شد شوي، شد اللاعب، شد اللاعب، توتر شوية. يلا روح، لازم هاي جول لازم. يا الله على الرفعة الحلوة، سكتها بعيدة كانت. وحوش وحوش، عادي عادي، اخر 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 اخر، وحش. اهجم يا حارس، غلطت غلطت غلطة غلطت. غلطة كبيرة غلطنا والله، مولع المباراة مولعة. مشكلة، مش مشكلة، ها اوه يا زلمة، يا ربنا خلاص نشد الحيل هسه، نلعبها لعبة صح يا عمي. ها شو هاي ريمونتادا الشغلة كلبت. ايش هذا؟ كلش زحلك. ايش الكسرة هاي يا حبيبي؟ منيح ما اعطاك كرت والله، رحت زيك اللعب، رح زيك على هذاك.
يلا روح روح طير. وحش وحش وحش. شييييه. بنزيما مش سريع كثير مشكلته، مش هالسرعة يعني. واو ييه. جول أسطورة يا عمي، أسطورة يا عمي، ما فيش كلام ولا في أي كلام على العارضة اللي راحت. إيش الحظ اللي بيصير عن جد؟ شوف شوف كيف طلع طلع. واو مولع عن جد، حريك المباراة هاي تكون أحلى مباراة يعني في التاريخ. فريقين قويين فمولع عشان هيك. مالهم بيلعبوا علينا هذول؟ ايه عصبت معه مشكلة، مش راضي يكبس، مش راضي خلاص هي كبس. وحش أسطورة. هاي هاي خف عقلي. خلاص انتهت، تعادل الشوط الأول. مولع المباراة ما بنفع. مولع على الآخر. استحواذ لهم. سافرجيكم يعني. نشوف بس، خلينا نشوف هذول كيف راح نبدل تبديلاتنا. استنى استنى، هسه الوضع هيك حيصير، مش داعي التبديل لانه لعيبة كويسين. وحش وحش. وحش أسطورة. عادي عادي. لازم نلعب، بس احنا نمسحهم منفعش. كويس كويس. بازكيس ايه الحظ السيء يلعب. ايش الحظ الخراب؟ استغفر الله العظيم. اعذرونا عشان سبينا بس يعني ولعت الشغل. ايوه ايوه وحش. شو قصتهم استحواذ هذول؟ مش عارف اهجم عن جد، مش عارف اهجم. جول ماي جاد نيجا. او يا نيجا يا برو. 4-3. انسى انسى، مسح كسح المباراة عن جد. المباراة يعني مولعة.
حلو الباص بس خربت لها في النهاية. اوه نجا، يا مان، اساطير اي اي سبورتس، يا اساطير الملعب، بنزيما حركهم حرك، والله اساطير. ممكن اخذ استحواذ، ولكن جوال مولع المباراة صراحة، بينية أسطورية فرندلية مش عارف ايش، وضعت يا الله. مشكلة، دفاع أسرع، دفاع أسرع، العب عليه يا زلمة. أيوة من زمان. أوه أبطأ، لو إنه أسرع شوي. مشكلته بيكيه ضخم ضخم، اللعيب انهلك وعندي يخسر. يلا وحش وحش، شوف تبديلات، بدل انهلك كرفخال، مزبوطش. ايوه جارث بيل، ليش تركها؟ ليش اشي بكهر عن جد. شو دخلهم على المنطقة هذول؟ حارس حارس أسرع، وحشي حارس. اهجم 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 هجم هجم أسرع جارث بيل. أولي أو ماي جاد، أو ماي جاد، 6-3، أو ماي جاد، جول ابن محترم عن جد. شوف شوف كيف طلع، طلع، انا مش عارف كيف زبطت، اللعب سريع بعدين نهرس جنب بعدين بومباستيك لف، بومباستيك لف عن جد، بومباستيك، طلع طلع لفت معاه على الجول، بوم اسلخ يا عمي على البومباستيك، مش طبيعي الجول، مش طبيعي. هجموها كمان هجمة، بدنا جول كمان جول. كويس، هي 6-3 ممتاز حتى. هي معلم، مش ضال اشي خلاص. عنا إصابة، خلاص انتهت المباراة، انتهت. شوط على الاخر وباي باي لندن، احكي لهم اوكي. خلص عز يا معلم، انسى الوضع دمار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.